اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده زي كل ثلاث من كل اسبوع بنبحث عن الاكلات العالميه من المطابخ العالميه ونشوف تفاصيلها ونحط ايدينا على عنوان الاكله اللي تخلينا نقول ان هي من المطبخ الصيني، المطبخ الياباني وهكذا. النهارده معانا برضو حاجات هنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا تليفونيا على شاشه القناه الاولى او من خلال السوشيال ميديا، عايزين يعرفوا ايه قصه الحمام الكذاب وليه سموه حمام كذاب. هو الحمام بيكذب؟ ده بالعكس، الحمام ده مراسيل بيبعت الحاجات الحلوه للحبايب. خلونا نعمل النهارده الفراخ على شكل الحمام الكذاب. هي في الشكل بعد ما بيستوي شكل الحمامه، لانها بتبقى ملفوفه كده ومحشيه رز او فريك، ولكن هي في الاصل طبعا الصدور بتاع سوري الاوراق بتاعه الفراخ مع الدبوس بيتخلي من العظم ويتحشي الحشوه اللي احنا حابينها. معانا كمان النهارده النودلز من المطبخ الصيني للناس اللي حبايبنا مش بياكلوا فراخ ولا لحمه، فيجيتيريان او بيعزين اكل صحي ايا كان، ولكن النودلز اساسها طبعا لازم الصويا صوص مع الجنزبيل الطازه والفريش مع تشكيله من الخضار، وبتاخد مكرونه يا اما نكتتلي اللي هي المكرونه العريضه، يا اما بتتعمل من المكرونه اللي هي من دقيق الرز اللي احنا كلنا عارفينها، مكرونه شكلها ابيض او من دقيق القمح زي ما احنا حابين. التفاصيل كتيره قوي في النودلز يعني عشان نبقوا عارفين. الحلو بتاعنا النهارده له تفاصيل كتيره قوي. الخوخ بتاع خير ارضنا اللطيف الحلو ده اللي بتصدره الدنيا كلها، انا شايفه في السوق دلوقتي طعمه عسلي، يعني طعمه مسكر ولطيف، وخاصه بتاع سينا اللطيف الحلو. تعالوا نعمله مع بعض النهارده فطيره، هنشوف نعمل ازاي فطيره الخوخ بطريقه سهله وبسيطه وسهل عليك المقادير والشكل وكل حاجه. الفطيره دي بتتميز بايه؟ ان هي في مداخلها كلها هرم غذائي، سواء في المكونات سواء في شكل الخوخ بعد ما يستوي بالكراميل، شكلها لطيف والصغير والكبير هيحبها. مش عايز اخش في تفاصيل كتيره لان حلقتي فيها شغل كتير النهارده ومعلومه غير معلومه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع النهارده للمطبخ العالمي بتاعنا، او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وخط سير الحلقه ونشتغل مع الحلقه ازاي. فيها حاجات كتير قوي، انا شايف على الكاونتر حاجات كتيره وفي زحمه، في مكرونه، في خوخ، في تشكيله من الخضار متقطعه بشكل جوليان لطيف وحلو، معانا لحمه مفرومه تقريبا 300 جرام، معانا من الفراخ فرختين بس مش فرختين، واخدين الدبوس مع الورك والصدر هنخليه صدر الفرختين، يعني هنخليه نستخدمه في حاجات تانية، ممكن نستخدمه في بيكاتا، كوردون بلو، فراخ بانيه، سكالوب بانيه، زي ما احنا عايزين. ولكن نبدأ بإيه يا أستاذ رحاب؟ خلونا نشوف مقادير الحمام الكذاب، الاسم بصراحة يشد يعني، حمام كذاب. معانا من الفراخ، معانا من الفراخ الدبابيس مع الوراك، ومعانا كمان بصل، ومعانا لحمة مفرومة ورز وزبدة بلدي حلوة لطيفة وبصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وقرفه ناعمه، ملح وفلفل اسود وقرفه ناعمه. الاكله دي بريئه من الزعتر والحاجات اللي بتدي فليفر تاني. حمام كذاب يعني واخد مطبخ الشرق شويه. حلو الكلام، تعالوا نشتغل مع بعض نعمل الاول الحشوه، وعلى الحشوه ما تاخد نص سوا كده، خلونا نشوف الفراخ هنشتغل فيها ازاي وتفاصيلها. حلو الكلام، طاسه على النار تسخن جيدا كده. الشرايش عشان الساده المشاهدين بس نعرف، لو احنا قلنا الشرايش في مصر هنا محدش يعرفها، دي بيعرفوها اخواننا في الضميطه، عزبه البرج والاسكندرانيه والاسماعيليه، لان طبعا الشرايش دي سمكه بحر مش مزارع، هي شبيهه للدينيس بالظبط، ولكن الشوك فيها كتير. فرق بين الشرايش والدينيس كميه الشوك اللي موجوده، دينيس بريئه من الشوك، الشرايش فيها شوك واللون واحد والشكل واحد. حلو الكلام، البصلايه هنا ناعمه عشان بس عشان لما نروح نشتري سمك البياع والسماك ما يبيعش الشرايش على نيه دنيس، واللي بيكذب بيخش النار. بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، تتحمر كده، ننزل عليها باللحمه المفرومه. اللهم صل على النبي. هو الحمام الكذاب بياخد لحمه مفرومه؟ والله ممكن تحشيه رز، ممكن تحشيه فريك. كومبوت الفاكهه، دي فاكهه مسلوقه في محلول حمضي من الميه او الشربات او السكر وعصير الحامض اللي هو عصير الليمون، عشان كده بسميها كومبيت. وبتاخد مثلا سكر، بتاخد سكر بني، شويه فانيليا حلوين كده، وبندخلها الفرن. شايفين الكمون، شايفين البابريكا لطيفه وزي الفل. وعشان خاطر كل اللي اسمهم علي هنعمل الكومبوت ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي. ادي الملح والفلفل، انا عايز الحلو قوي الافكار دي على فكره،
يعني انتوا فيكم تحطوا المنيو يومي كده واحنا مع بعض، زي اللي طلبوا الحمام الكذاب ده طلب اكتر من مره، فعشان كده حبيت ان انا اعمله النهارده. الحمام الكذاب عامل زي الحمام العادي، لازم الفلفل الاسود هنا يكون بكثافه وكير خشن، لان هو طعم لازم طعم الفلفل في المحشي عموما بالحمام. حلوه دي، فكره حلوه يا استاذ رحاب، انا بحب الافكار اللي بتيجي في الوهله نفسها دي. حلو، في دلوقتي جالنا افكار حلوه قوي. ايه هي؟ انا عايز من حضراتكم منيو اسبوعي تبعتوا لنا على السوشيال ميديا، قولوا لنا يا شيف بوغاز اعمل لنا يوم التلات هيك وهيك وهيك وهيك، انا جاي اعمل كل اللي بتقوله ده. حلو الكلام، بس اهو يلا، واللي احنا لو عاملينه هنقول يعني مفيش اي مشكله. لحمه المفرومه اتعصجت مع توابلها ملح وفلفل وقرفه ناعمه، سبايس شويه بابريكا كده حلوين، الرز المصري ممكن نحط بدل الرز المصري قرفه ناعمه، شويه رز حلوين كده ما نكترش. حلو، والحمام الكذاب او الفراخ يعني عموما لما نيجي نحشيها بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي، مهم جدا ان احنا كمان ما نضغطش في الحشوه جامد، نسيب مساحه لحبات الرز، بما ان انا هسويها هنا شويه كده، ولكن اعمل حمام كذاب، اعمل حمام حقيقي، اعمل سمان، قاعده واحده. ايه هي يا ابو غازي؟ معايا حله مقفوله هنا، مخرجنا بيقول لي دي فيها ايه، نفتح الحله دي كده ونشوف فيها ايه، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، هو ده السر. الحله دي فيها بوكيه جاردين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، حاجات حلوه قوي بغذيها اهي، حبهان، قرنفل، جزر، كرفس، شايفين الجو ده كده، هي دي بقى السر في الموضوع. ليه بقى؟ عشان الحمام الكذاب هيتسلق هنا، او الحمام الحقيقي هيتسلق هنا، الحمامات تاخد الشكل الحلو وبعد كده تطلع تحط عليها سمنه بلدي وتخش الفرن تاخد اللون البرونزي. دي الميه دي مهمه جدا، سواء بتعملي حمام او سمان او الحمام الكذاب اللي هنعمله دلوقتي، ده مهم جدا على فكره. احط فص توم نقي كده في الميه دي كده، الله حلو قوي، واخد شويه شوربه منها على الرز ده، الموضوع بسيط خالص. حلو قوي كده، انا هيأت الحشوه زي الفل، اللهم صل على النبي. اسيبهم على النار كده بقى، دول اللي هيتحشوا جوه الفراخ دلوقتي. شربت من الشوربه، لحمه مفرومه اتعصجت، رز، بصله، تومه. حلو قوي، هعمل ايه دلوقتي؟ اخليها على نار هاديه كده جدا ونشتغل في الفراخ ونهيئها للحشو واحنا مع بعض. على البلانشه بتاعتنا دي كده نجيب سكينه صغيره نحميها، ونجيب الدبابيس بتاعه الفراخ، اللهم صل على النبي، سكينتك تكون حاميه لانك انت هتشتغل هنا ايه، بوتشر، يعني تقطع الفراخ دي كده، اللهم صل على النبي، ادي الورك، وتحتفظي بالجلده اللي تحت دي كده، ونفتحها من هنا كده اهو، شفت كده، وبتفرديها بالسكينه عشان تاخد شكل الحشو. هعملها فطيره يعني من الاخر. وتجيب الفراخ الكبيره بقى، ما تجيبش الفراخ الصغيره، او انت رحت للراجل الفرارجي هيديك الايه اللي وراك مع الدبوس كده بالشكل ده كده. زي الفل. هنحط بقى الحشوه اللي احنا حبينا ونلفها دلوقتي. هتتلف ازاي وتتقفل ازاي دي يا عم الشيف؟ هنظبطها لسه، هنتبلها طبعا بميه بصل معانا وبهارات، اصبر على رزقك. ادي واحد، ونفس القصه هنا اهو، شفت الفتحه دي مهمه جدا بطرف السكينه كده، ولازم تكون سكينه صغيره. شفت ال 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 الورك والدبوس بيبقى شكله كبير ازاي؟ زي الفطيره، عامل زي الفخده، الفخده الضاني مش البقري. ولكن تحتفظي بالجلده الخارجيه للدبوس والورك، عشان الجلده دي اللي هتلم لك الايه، الحشوه. زي الفل. وادي واحد كمان، ناخد التالت ده كده، معانا ميه بصل، معانا فلفل اسود، معانا شويه ملح، فص ثوم. حلو، حلو الكلام، مهم جدا علشان نتبل الفراخ دي قبل ما نحشيها، وما انصحكيش انك تغسليها، يعني انت خليت العظمه
وشيلت العظمه من النص كده، ما انصحكيش تغسلها خالص، تتغسل قبل، مش تاخدها بقى تحت الحنفيه وميه سخنه بقى وتشغلي عليها الحنفيه وتقولي بنضفها، لا ده انت بتزفريها كده، خلي بالك. ميه البصل مع التوابل اللي انا هحطها دلوقتي هي اللي هتشيل لك الزفاره، والفلفل الاسود. ده كمان التالت. نجيب الرابع بتاع الفرخه. ما لا يا عم دول فرختين، ازاي يعني؟ زي اربع دبابيس بتوع فرخه يعني. شيل ده كده. تفاصيل مع مخرجنا الجميل المبدع اهو. لازم الحركه اللي بعملها في الدبوس دي لازم. لازم. لا زي ما هي كده. ايه الشاكوش؟ استاذ رحاب بتقول لي ما نضربهاش بالشاكوش. هي عملت حاجه الفرخه عشان تضربها بالشاكوش. حلو الكلام كده، الفراخ جاهزه زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف واحنا مع بعض كده واحده واحده؟ حلو قوي. عندنا ميه بصل، اللهم صل على النبي. بنعمل ايه؟ شوف انا هعمل ايه، حاجه كده لطيفه اعلمك تعملي حاجه عشان تدعي لي. يا الله، ميه البصل اهيت. حلو. بنحط على ميه البصل دي يا عم الشيف شويه ثوم طازه. حلو الكلام، زي ما انا عملت كده دلوقتي. ونحط على الميه دي شويه ملح. امسك كده الفراخ املسها كده في التتبيله دي كده، ونفس القصه هنا كده. وبعدين تدخلوا الفرن في الصينيه مع بوكيه جرنيه من الميه والتوابل والخضار بتاعنا، وتقفل الصينيه جيدا، يطلع مستوي جيدا، خليه زي ما هو ما تقربش منه، حطه في التلاجه ليله كامله، ما تقربش انساه خالص، بص له كده وافرح بيه وصوره، وبعدين تحطه في التلاجه ليله كامله. حاضر. وبعد الليله الكامله دي يا غالي تمسكه تشيل الخيط اللي انت عامله بيه لفه بيه كويس، وتبدا تقطعه شرايح، وحذار انك تقطعه وهو سخن او تشيل عليه الدبار وهو سخن، هيتفل منك او يفتل منك وما يبقاش لطيف خالص. انا طبعا هطلع فاصل لان جالي اوردر اطلع فاصل. تبلنا الفراخ وده اللي انت لازم تعمله، تحطها في الثلاجه. كل اللي انا هعمله دلوقتي هحشي الحشوه دي للفراخ بتاعتي، ومعايا ورق فويل بورق زبده. احنا عندنا كام دبوس؟ عندنا اربعه. معانا اربع ورقات فويل. عيني حاضر، اربع ورقات فويل مع اربع ورقات من ورق الزبده. حلو. خلينا نطلع فاصل صغير للكريم. انا اسف يا مخرجنا والله العظيم، الحمام الكذاب خاطفني. انا هطلع فاصل صغير، ومعانا دلوقتي التغليفه بتاعت ورق الزبده وورق الفويل. لازم نسمع كلام المخرج عشان نطلع فاصل. حلو الكلام، وهو عايز يطلع فاصل بصوره حلوه، وقولوا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا عملت اتنين في الميه هنا في البوكيه جرنيه بتاعنا في الفاصل عشان تعرفوا المصداقيه. شعارنا على شاشه التلفزيون المصري. شايفين ازاي ملفوفه في ورقه الفويل كده زي الفل. تعالوا مع بعض نكمل الاتنين التانيين. بناخد الدبوس اللي احنا مخلينه ومعانا بالشكل ده، التفاصيل دي كده، ومعانا الرز بالخلطه. ممكن تحط شويه مكسرات، لوز، فول سوداني، زبيب، زي ما انت عايزه. انا بديك الاساسيات والاضافه والتجويد بتاعك انت. والرز في قلبيها مع ورقه الزبده، والف كده. مخرجنا الجميل والتفاصيل عندنا. هنا المكان بتاع الراس بتاعت الحماميه. شفت بلف ازاي؟ سوري انا خدت ورقه معايا. واقفلها كده، واجي من هنا كده اهو. انتظر مني لايف بعد الهوا على طول لغايه لما تشوف التتر نازل على شاشه القناه الاولى. هنطلع مع حضراتكم لايف ونقول تفاصيل البيتزا مع بعض. الفراخ بالشكل ده كده، معانا الرز. الحمام عايز يطلع من الحله. اهدى شويه، اهدى. هشيل الحله دي كده. بص عليه، بص عليه. انا مغطيه عشان ما ياخدش وقت كبير. حلو قوي.
طيب ايه تعمل ايه تاني يا عم الشيف؟ حلو قوي. خلينا طبعا ناخد مع بعض ايه اخبار الحمام الكذاب، نبص عليه بصه كده. حاضر، هناخد بعدين ونطلع فاصل ونسيب الحمام الكذاب بيستوي في البوكيه جرنيه ونرجع للنودلز من المطبخ الصيني، ولكن بخفه دم مصريه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ونعمل ايه؟ ونطلع الحمام من قلب النار عشان ندخله الفرن شويه. ده لسه شويه، اديني شويه اديني شويه. شفت ازاي شواتك؟ اوبا، التفاحه بتتكلم مصري. خلونا بقى ايه نظبطها كده في الفرن، قصدي الخوخه. ايه اللي جاب التفاح هنا؟ على فكره ممكن يتعمل بنفس الفكره دي بين التفاح. جالي السؤال من الكنترول. يا نعم يا فندم. زي الفل. هناخد الحمام الكذاب في صينيه كده عندنا اهي، ونشيل ده من هنا. شفت النظافه في دي اول باول ازاي؟ ايه اخبار الحمام الكذاب؟ الله، لا دي سخنه جدا جدا جدا. انت بتعمل ايه يا عم الشيف بقى وهي سخنه كده؟ كل القصه ان انا هجيب البوله دي كده واعمل ايه؟ واشيل الورقة الفويل، ورقة الزبدة دي، واحط دول هنا كده. اللهم صل على النبي. بقلبي جامد وافتحها، احنا مش بنهزر. حمامية شوفها دلوقتي. اللهم صل على النبي. تانية. سخنة، أعمل إيه؟ شوف المقص هنا. أهو. افتح كده. موضوع لطيف وجميل، بتحس انك انت انتجتي. وانا خلاص خلصت يا استاذ، لا تقلق. اهو شيل دي كده من هنا. اسوأ خبر بسمعه لما يقول لك وقتك خلص، واحلى خبر بسمعه لما يقول لي يا شيف معاك 20 دقيقه. شفتوا بقى الموضوع بسيط ازاي؟ بجد والله العظيم مش متخيلين لما فريق العمل يقول لي يا شيف معاك مثلا تلت ساعة ربع ساعة، بكون سعيد جدا. الورقة دي تتشال كده. ادي الحمام الكذاب. شيل دي الأخيرة دي كده. عايز تشوف النودلز يا أستاذ أحمد؟ مخرجنا الجميل؟ بص عليها. أي خدمة. اللهم صل على النبي. هنفتح الفرن بتاعنا ونحط على وشها شوية سمنة بلدي. عندنا هنا سمنة بلدي أهي. جاية لنا هدية. ونحطها على ما هي مش مشكلة، ما يعني نحطها على الوش، ندخلهم الفرن كده. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ نشيل دي من هنا كده، معلش طلع ده كده. الفطيرة نبص عليها. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ وادي الحمام الكذاب في قلب الفرن ياخد لون. عينيا طلع الحمام، بس الحمام نبص عليه. حمام الست الكل. حاضر حاضر والله. الحمام بتاعنا هنا في الطبق الحلو ده كده. ايه الاخبار؟ لا 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 لا، حلو قوي حمام الكذاب بتاعنا. وارد ان واحده فتحت، مفيش مشكله، ناكلها برضه. اللهم صل على النبي. حمام كذاب بطريقه سهله وبسيطه، بتسهل على كل الامهات تعمل الاكلات اللي بتشوفها في السوشيال ميديا وبتسمع عنها، مفيش مشكله. فراخ حشناها لحمه مفرومه مع رز، عملنا فطيره من الخوخ الجميله الحلوه بفكر مصري بسيط وسهل، عملنا اكله من المطبخ الياباني او الصيني نودلز بالخضار لطيفه وجميله.
شفتوا حضراتكم تفاصيلها ازاي، والتركية اللي هي عملناها دي طبعا حصريا موجوده معانا على شاشه القناه الاولى، اللي هي عباره عن البوكي جارني بتاعنا الحلو اللي خدناه حطيناه مع النودلز بتاعتنا مع الجنزبيل والخضار ونوع من انواع المكرونه اللي انتوا حابينها. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو.